بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية، وأعلنت انطلاقة شوط الختام وشوط الوداع الخاص بسن الإبكار الحجاج، وشوطنا 18 الذي يحمل في طياته شعارات أبناء القبائل، والمسافة هي 3 كيلومتر، خصصت من قبل اللجنة العليا المنظمة، لهم جزيل الشكر والاحترام. على بركة الله تعالى يتحرك الشوط، ونتحرك مع مقدمة هذا الشوط بقيادة حكيمة مميزة دائما بأول المراكز. هناك مسيرة لمصبح بن عبيد بن مصبح بن يولك لشتبي مقدم لنا مسيرة على المركز الأول، بينما دور المركز الثاني مشغلة تاتي على المركز الثاني لأحمد بن راشد المحرمي لشتبي، أيضا تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث مزنه لأحمد بن سلطان بن سالم بن عجيل لشتبي تاتي على المركز الثالث، بينما اللي غيرت الآن وانتقلت إلى ثالث المراكز أيضا الشاهنية لمطر بن غدير بن سعيد بن غدير لشتبي، أيضا مقدم لنا الشاهنية غيرت الآن وعينها على مقدمة هذا الشوط، سيطرت على زمام الأمور على المركز الأول، بينما دور المركز الرابع أصبح من نصيب دومة لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد لشتبي، مقدم لنا دومة على المركز الرابع، والمركز الخامس أصبح من نصيب المركز الخامس تصميم لمحمد بن عتيج المقعود الفلاسي، مقدم لنا تصميم، بينما أيضا مزنة من تتقدم في هذه اللحظات أيضا بالصوب لشتبي دور المركز السابع شعار بن غدير، أيضا مقدم لنا رجوان لسالم بن راشد بن حمد بن غدير لشتبي، أيضا مقدم لنا رجوان على المركز السابع، والمركز الثامن الوصول من تحذير ليمعى بن عبد الله بن علي بن واس اشتبي، مقدم لنا تحذير في هذه اللحظات، بينما شعار بن واس قادم على المركز الثامن، مقدم لنا عجايب لمحمد بن حارب بن واس اشتبي تاتي على المركز الثامن، اللي غيرت الآن اللي هي حور لحمد بن صويح بن سالم العامري، مقدم لنا حور وغيرت الآن وتتقدم حور من موقع إلى موقع، بينما المركز العاشر والتاسع يقدم لنا هذا الشعار اللي هي نشوة لناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي. المركز العاشر حبلنا الكريم، المركز العاشر أصبح من نصيب الوسمية لحمد بن معيوف بن محمد العامري. هكذا حبلنا الكريم كان النداء الأول إلى العشر المراكز الأولى المتقدمة، ولنا عودة والعودة حكيمة مميزة دائما بهذا الشعار، شعار الشاهنية لمطر بن غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي، عاشق هذا الشعار وعاشق سلالة الشاهنية. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بينما المركز الثاني اللي غير غيرت مزنة لأحمد بن سلطان بن سالم بالعجيل، أيضا من تاتي أو بن تحمل رقم 7 أيضا هي من تاتي على المركز الأول اللي هي تصميم محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. الله تصميم هي مقدمة هذا الشوط. الله يا سلام تصميم، وتنحدر من سلالة مشغل المختبر سق الله دارك المختبر سق الله دارك المقعودي. الله اسم على مسمى فعلا، تصميم تنحدر من سلالة مشغل المختبر سق الله دارك سق الله دارك بارك المختبر. والله انك انجزت الاختبار يا المختبر. تصميم على قياده هذا الشوط يا سلام مع محمد بن عتيج المقعودي، ولكن ارصد من الجنب الثاني مسيره مصبح بن عبيد بن مصبح بن يولق لشتبي يحاول في الامتار الاخيره مع مسيره، ولا تصميم هي بطله شوطي الختام يا المقعودي سق الله دارك يا المقعودي. والله العظيم انها سبوقه تريح النار
الراس، يا سلام السبوقه تريح اصابك، تشتهر وشيع طاريها، تهانينا لك يا المقعودي، سق الله دارك يا المختبر، مشغل المختبر تنحدر هذه البكره، تهانينا لك يا المقعودي. مسيره على المركز الثاني لمصبح بن عبيد بن مصبح بن يولق الشتبي، المركز الثالث المركز الثالث الشاهنيه لبطار بن غدير بن سعيد بن غدير الشتبي، المركز الرابع المركز الرابع اللي هي حور لأحمد بن صويح بن سالم العامري، وبقية المراكز حيلهن عند أعضاء خط النهاية. وهني محمد بن عتيج المقعود الفلاسي على فوز تصميم وتنحدر من سلالة مشغل المختبر. والله أنك أنجزت الاختبار يا المختبر. والتوقيت الزمني حفلنا الكريم 4 دقائق 37 ثانية، سجلت تصميم تحت اقدامها لمحمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. تهانينا الى الجميع، الف مبروك والناموس. ايها الحبل الكريم، ناتي الى ختام سباق الهجن العربية الاصيلة في صباح هذا اليوم السبت الثالث من شهر 11 لعام 2016. تقبلوا تحيات نادي دبي سباقات الهجن، وتقبلوا تحيات اللجنة العليا المنظمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.